السلام عليكم حبايبي، كيفكم؟ يا رب تكونوا بألف خير. وفي فيديو اليوم رح أعمل لكم أفكار لفطور صباحي لكل اللي بيروح على المدرسة أو الجامعة أو موظفين. جبت لكم شوية أفكار اليوم، إن شاء الله إنها تعجبكم. بس قبل ما أبدأ حابة أحكي لكم إنه هذا الفيديو حيكون كتير مميز، لأنه هو رح يكون بتعاون مع يوتيوبر كتير بحبها، هي رنا من قناة رنا أحمد. اتفقنا انه نعمل لكم افكار فطور صباحي. طبعا هي عملت لكم افكار مختلفه عن افكاري، راح اترك لكم رابط الفيديو تبعها ورابط القناه في الديسكريبشن عشان تروحوا تشوفوا الفيديو. واكيد لا تنسوا تدعموها باللايك وتشتركوا في قناتها، لانه قناتها كتير حلوه ومميزه وانا كتير بحبها صراحه، هي كتير لطيفه. طيب هلا خلينا نروح على اول فكره للفطور اللي راح اقدمها، واللي هي فكرة الشوفان أو وجبة الشوفان. هاي الوجبة ما بتنطبخ، بسموها overnight oatmeal، كتير سهلة. خلينا نروح للمقادير أول إشي وبعديها بورجيكم كيف بنحضرها. المقادير اللي عندي إياها كتير بسيطة مثل ما أنتوا شايفين. رح نحتاج لشوفان، أنا استعملت الشوفان اللي بتكون حبته كبيرة، بسموها old fashion oats، موجودة بكل المحلات وسعرها رخيص. رح نحتاج لحليب، عسل، قرفة، وفواكه على حسب رغبتكم، يعني أي نوع فواكه موجود عندكم استعملوا. أنا استعملت فراولة وبلوبيري لأنه هذا اللي كان موجود عندي. طيب هلأ بنروح لطريقة التحضير. بالنسبة لطريقة التحضير، مثل ما حكيت لكم هاي الوجبة ما بتنطبخ، تتحضر قبل بليلة، يعني قبل ما تروحوا بتناموا. أنا عندي هنا نص كوب من الشوفان، رح أضيف له رشة من العسل، وهي طبعا اختيارية بس أنا بحب أني أضيف شوية إشي يحلي. يعني رح أضيف نص كوب من الحليب. إذن هون الفكرة تبعتها أنه كمية الشوفان وكمية الحليب تكون متساوية، نص كوب لنص كوب أو كوب لكوب، يعني أنتوا فيكم يعني تضعفوا الكميات على حسب رغبتكم. تمام، هلا انا بدي احركهم واغطيهم واحطهم بالثلاجة لمدة ليلة. هاي الفكرة يعني بحضرها قبل ما اروح انام، وصدقوني ما بتاخذ دقيقة من وقتكم. بحطها بغطيها وبحطها بالثلاجة، واليوم الصبح اليوم اللي بعده يعني. طيب يلا طيب اليوم اللي بعده بصحى وبطول الوجبة من الثلاجة وبتكون جاهزة عندي. هلا بس بضيف لها التوبينجز اللي بدي اضيفها، الفواكه ورشة القرفة ورشة العسل. هلا اللي بحب ياكل اشي دافي على الصبح بقدر يحط هاي الشوفان بالمايكرويف لمدة 30 ثانية، ومن بعدها بضيف الفواكه والعسل وهيك، وبتصير عندكم وجبة جاهزة، يعني ابدا ما اخذت وقت وهي جهزت لحالها على كل حال في الثلاجة. هذا شكلها وكتير زاكية وكمان كانت مشبعة. طيب بالنسبة للفكرة الثانية اللي عملت لكم إياها، عملت لكم بارفي اللبن، لبن الزبادي والجرانولا. طبعا هاي كتير زاكية ومنعشة وصحية. فخلينا نروح هلأ للمقادير عشان نشوف شو رح نحتاج. طيب المقادير عندي مثل ما انتو شايفين برضو كتير قليلة. رح نحتاج للبن زبادي أو لبن رايب، رح نحتاج فواكه على حسب الموجود عندكم، جرانولا وعسل. بالنسبة للجرانولا أنا حضرتها بالفيديو السابق، رح أترك لكم رابط القناة رابط الفيديو في الديسكريبشن. كتير سهل تحضيرها وكتير بسيط. هلأ بالنسبة للتحضير مثل ما أنتوا شايفين جبت الخضرة الفواكه، أنا اليوم قالبة مخي مضارب جبت الفواكه وحركتهم مع بعض، وهلا بدي اجيب الكاسه او اللي بدي احط فيه، يعني اللي بدي احضرها فيها. انا جبت الكاسه هاي واضفت طبقه من لبن الزبادي، طبقه من الفواكه، وطبقه من الجرانولا. تمام، وعدت او كررت العمليه هاي لحد ما عبيتها للكاسه هاي. وطبعا ما بتصدقوا قديش انه هو زاكي. طبعا هون فيكم تضيفوا رشة عسل، انا صراحة نسيت اني اضيف رشة عسل واكلتها بدون عسل وطلعت كتير زاكية. فهاي كانت نتيجة الوجبة الثانية، سهلة كتير. اما بالنسبة للوجبة الاخيرة رح اعمل لكم سموذي الفواكه، للناس اللي ما بتحب توكل عاد الصبح تحب تاخذ اشي هيك تشربه، هاي الوجبة ممكن تعجبكم. طيب المقادير اللي عندي اياها هون، حليب، موز، فراولة، برضو بلو بيري، توت أزرق يعني، شوفان وعسل. طبعا برضو برجع بحكي لكم بكل الوجبات الفواكه هون على حسب الموجود عندكم،
بما انه انا كان موجود عندي هدول في البيت استغليتهم بالفيديو مرة واحدة، تمام. وبكل بساطة كل اشي بيروح بالخلاط. وعلى فكرة هنا الشوفان فكرته كتير حلوة، انا استعملت يعني مقدار معلقة مش اكثر، واعطاني قوام حلو واعطاني قوام ثقيل وكثير زاكي طلع. بس اذا انتوا يعني بتحبوا انه مثلا يعني افكار تانية للسموذي في عندي بالقناة رح يعجبكم، اذا بتروحوا بتشوفوه رح اترك لكم روابط تحت انتوا بتشيكوا على الديسكريبشن. وبهيك طبعا بيكون جهز عنا السموذي مثل ما انتوا شفتوا، زاكي كتير وسهل كتير. وهي كانت الافكار لليوم، بتمنى انه هذا الفيديو يكون عجبكم. واذا ما عجبتكم هاي الافكار او حابين تشوفوا افكار مختلفة، رنا عوضتكم بافكار تانية مختلفة، فلا تنسوا تروحوا على قناتها وتشوفوها، اكيد الروابط كلها في الديسكريبشن تحت. وكمان اذا كنتوا جداد على قناتي لا تنسوا تشتركوا في قناتي عشان يوصلكم كل جديدي. وكمان اذا عجبكم الفيديو كمان مرة لا تنسوا تدعموه باللايك والشير، وانا بشوفكم بالفيديو اللي جاي، وفي امان الله.